يا مرحبا بك مرة أخرى. قلنا اللي أنت معرسة عندك 4 سنين و3 أشهر، راجلك كيفاش عرفته؟ واحدة تخدم معايا عرفتني بي. فهمت. اللي عندي أنا لهنا يقول وأنه حماتك ما كانتش فرحانة برشا بالماخذة هذية، على خاطر يظهر لها وأنها هي جاية من عائلة شيء كبير وأنتي جاية من عائلة متواضعة. هذه هي الحكاية ولا ليه؟ هذيك هي الحكاية. به هالرفض هذا كان من نهار الأولاني؟ لا ما كانش من نهار الأول، بالعكس. معناتها بالوقت العرس فرحت بيك؟ عملت عرس. أما سامحني خاطر أنا فهم حاجة مانيش فاهمها، اللي هي كما قلت أنتي تعرف النيفو دفي متاعك عادي وخاطر هنا اللي عندي اللي هي متقلقة من البلاصة اللي أنت تسكن فيها. يعطيك الصحة. هكا اللي أنا ما نحبش نسميها. يعطيك الصحة. ومن غير ما نسميها نحب نحييها ساعة معناتها. وهي تعتبر اللي هي جاية من بلاصة أرقى برشا وخير برشا، أما أنا اللي مانيش فاهمه الشيء هذايا هي في بالها بيه من الأول من وقت الخطبة. علاش وقت الخطبة وقت التعارف ماهيش متقلقة منه؟ يعطيك الصحة. أنا عرفتني بي قلت لك واحد تخدم معايا. النهار الأول اللي ريت فيه أنا راجلي نهارتها قال لي نعرس بيك. من نهار اللي راني قال لي نعرس بيك. صح طلعت مسلسل بالرسمي معناتها الحكاية. بالحق أنا في 3 أشهر عرست. معناتها ما عليها الحكاية. ليه أنا تضربت فيه؟ وهو أنا تضرب فيك راجلي. إنسان كامل تراها مع أن المظاهر تغلط، ما يكذبوش كيف يقولوا المظاهر تغلط. تغلطك المظاهر. مي هذا تفيق بيه من بعد. به انت ما شاء الله مراه مزيانه، هو كيف كيف كما قلت انت كامل، حبيتوا بعضكم حسب ما فهمت انا من اول نظره. بعد 3 أشهر عرستوا، اما هي معناتها ما حاولتش تعرقل العرس؟ كلمته نهار انا ريتو كما نقولوا الاثنين هذي الاثنين جاي قال لي نجي نخطبك. ما نقعدش قال لي نخرج انا وياك ونقابلوا بعضنا، انا بعيد نسكن، هو خاطرو في ولايه بعيده معناتها خارج تونس في باليه باش نقعد ماشي جاي. قال لي ما يساعدنيش، وهو قبل ما يعرفني هنا هو كان شي عرس، راه هو كان شي عرس بطل العرس. بطل العرس وعنده 3 شهور كما نقولوا، مازال قدامه 3 شهور على العرس اللي بطل. كيف جاش يتعرف علي؟ على ستوش تعرف علي راهو مش في عرس بيا، ميكي فراني وقعد معايا، قعدنا نهار هكا تقابلنا فيه وفطرنا ببعضنا وحكينا ببعضنا لزوز. عرفت كنت فودر اون بلوس انا مش صغيره، معناتها 28 سنه انا عمري وقت. عزوزه ليه؟ عزوزه قرومه 28 سنه معناتها عرفت انا راسي وقعدت معاه. مخي سي بون معناتها نتاع مرا باش تعرس مش 24 25، سي بون معناتها فهمت. اون بلوس انا وقتها نخدم وكل. كي قعدنا ميم هو اكبر مني راهو ب 11 سنه ولا 12 سنه حاجه كما هكا، ما حليه معناتها الديكالاج نتاع العمر. بالعكس بيا على الاخر جي الفاسون كي قعدت انا وياه ما حسينا حتى فرق ما بيناتنا ولا بالعكس. نهارتها بعد ما كملنا الفطور وقعدنا وكل قال لي امشي معايا لدارنا شي نهز دبشي. قلت له انا تو انا مزت كيريتك نهار الاول تقول لي لدارنا. قال لي راهي امي في الدار واختي في الدار. فوتك انا بالحديث البنيه اللي عرفتني عليه اون باراليل تعرف اخته، معناتها جيت اخته قابلت اخته قبل مره هو فهمت. حسيلو مشينا للدار. كيف مشينا للدار ميم با هكا سلمنا على السلامه على السلامه ميم با معناتها هكيك 15 مينوت وقال لي شنخرج انا وامي شي يمشي يجيبوا رخامات ولا حاجه شي يهزوهم غادي للثانيه وين انا سكنت معناتها عرست وسكنت. عجيجة حكايتك انت من النهار الاول شفنا الاخت والام وشرينا الرخام و... ليه هذا النهار الاولاني معناتها امه تستنى فيه. إيه ما شو خدش من حكايه في النهار الاول معناتها يبدا كتب حاجه معناتها كي يبدا فما تسهيل في حاجه احنا ما نعرفوش. كي يبدا ربي يحب يعرق الحاجه يعرقلها وكي يبدا ربي كتب حاجه شي سهل فيها راه ما تعرفش عليها الدنيا كيفاش. اما احنا متفقين وانه في النهار الاول صاروا برشا حاجات باهي مازلنا في النهار الاول. دونك خرج هو امه قعدت انا واخته مي با كيكا نص ساعه ورجعوا هما مشاو يشوفوا هذيا في اللي طلع في الرخام ولا شنو. فكر رجع هذيك قمت انا مع اخته هزيت الطبق هكا ودخلت وقام هو قال نحب شرب ماي. قلت له وين الكوجينه؟ على نيتي معناتها تصرفت مشي جبت هكا على نيتي. شو من
معناتها ما زيد سوق عبد هكا معناتها دخول بقوه كمان معناتها ما دور بتبق في النهار الاول في دار الناس ريت هي عليك الدور هذيك هي هي وقت ضربت فيا قالت كيما نقولوا مقضيه ومجيش تقعد وبيسكو هي ترى في روحها هدره كل تمشي ديما تقعد وتحط ساق على ساق لقتني انا مش هكيكا معناتها تبيعتي بالعكس تراني معناتها مطبوعه ما عنديش انا هكاش نتكبر ولا بالعكس معناتها وين تحطني تلقاني بيه قعدنا يحكي هو أمه وقعدت انا واخته ونضحكوا ندرو شنو تحليل قلنا باش نباتوا تو لا 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 الخمسة ونص نتاع العشية قعدنا معناتها في عود نقعدوا نحكي انا وياه البرا كما نقولوا في قهوة قعد كملت انا وأمه واخته معناتها قعدنا هكايا ما تقابلنيش لا قعدنا في قهوة ولا حد شيء بالعكس فهمت كملنا حكينا وكل قال لي يا ما عادش بكري عليك شن نروحوا الخمسة ونص قلت له هيا شنو نخرجوا شنو نروحوا واحنا خرجنا كهو فيلمين فيلمين جوست هكا حكينا شوي قالت لي شتعمل اش عندك محضره روحك العرس اذا مش لعب توا كان يكلم فيا قل لي راه نحب نعرس بها وكل انا ما نعرفكش قالت لي انت ما تعرفنيش صحيح قلت لها معناتها اللي عرفتني هي تعرفني انا شنو هو دونك هيك حكيت لكم عليا تعرفني انا شنو هو فهمت ترى فيا معناتها في الخدمه وترى فيا كيفاش نروح وكل دونك حكيت لك عليا انا شنو هو بالضبط حسيلو قالت لي راهي حكيت لي عليك كان الخير وكل وانا ولدي نحب نهني عليه وان شاء الله ربي يهنيكم ولدي ما نقصوا شيء كما قال لي هو بدار وبكرهبته والله مصلي على النبي اللي تشتهي اي امراه اش تقول انا ناخو انا خذيته ولقيته عرست عملت عرسي مصلي على النبي كل شيء كامل الفتره اللي عرست فيها انا كما نقولوا نتفكرها مازال على رمضان ثلاثة ايام ويجي رمضان قبل رمضان بثلاثة ايام عرست بالدات اللي هو حددها والكل عرست قعدت في الدار باسكو احنا في سينيا ودنيا وبيسين و ما فماش باش تمشي لوتيل باش تمشي معناتها لقيت لوتيل في الدار أخته جاية من الخارج عندها ثلاث سنين ما هبطتش دونك العائلة كل ملمومة أمه عنده زوز أخوة بنيته هو راجل في سينيك هما عائلة انتلكتيال معناتها اللي نحكيه يمكن بعد تصدقوا ولا ما تصدقوش معناتها كيش نحكي لك على العائلة هذه يمكن تنجم ما تصدقنيش معناتها مذخمين مذخمين دتل فاسون ما كنتش نتصور اللي أنا ريته ما تتصوروش معناتها دار محليها وناس محليهم كلاس على الاخر كلاس على الاخر حميتي ستيل تحب تقعد في قهوه تسمع الموسيقى اسمع راك حتى انت كلاس على الاخر زاد معناتها باش نبداو معناتها لا لا معناتها والله نحكي معاك بكل معناتها بكل موضوعيه معناتها امراه ما معناتها انت ما عندك باش العباد ما تفهمش بالغلط معناتها ماهوش عامل مزية اللي هو ماخذك معناتها ما خذاش بالعكس ماهوش عامل بالحق ماهوش عامل مزية هذاك اش حبيت نقول معناتها اي معناتها ويصير وانه حتى كيف خذاني يقول لي شنو هو معناتها عنده خاطر من الاخر بكل هي تقعد حكاية فلوس معناتها هكا ولا لا في الاخر بكل وبرا معناتها عائلته عندها مفرهدة اكثر من عائلتك حاجة عادية جدا معناتها ماهيش حاجة صحيح ماهيش الهدرة الكبيرة ياسر ايه معناتها شنو اللي صار؟ فتك بالحديث قلت لك ثلاث ايام وجيت او جا رمضان تصور انت ثلاث ايام جا رمضان معناتها الدنيا حياتك الكل تقلبت راجل ما تعرفوش تو دانكو عرست بيه وما خليني ناخو نشرب عرقي قول خل نقعد معاه لو ماكس معناتها لو ماكسيموم معناتها نقعد معاه في الدار ولا نحكي انا وياه ولا جمله ما فماش هذيك من هالرو قالت لك تقوم تقضي بربي سامحني نسيت حاجه عقبت على حاجه نهار الصباح عندهم الصباح يقولوا بالصباح احنا العرس في مطليفه تاع الصباح احنا العرس في مطليفه الصباح جاوا مع ال 11 نص النهار امي وبابا جاوا يطلعوا عليا روحوا لتونس وطلعوا لي مع 11 نص النهار تقوم فيا لوستي هيا قوم قوم راه داركم جاوا معناتها قمت هكاك وقت اللي انا قمت نحضر روحي عائلته كل جاوا عائلته كل اللهم صل على النبي من دار فلين دار فلتي قعدت شي انا في الصاله والكل معناتها انت تقصد توا كيما معناتها كان نترجم كلامك عيط الكل هدوا صباح العرس اي هما كيكا في عوايدهم يقولوا بصباح العرس هكا اللي يقولوا تمشي الحجامه وتلبس انا ما عملتش هذيك وانت تقلقت ما لا ما تقلقتش ما تقلقتش اللي هما جاوا الكل هكا بالعكس انا خارجه بيجاما بتاع نوم عادي فرحانه اللي جاوا الكل عادي مش متقلقه حتى طرف ما عرفتش نحكي لك شنو اللي صار هما في صبرهم يمدوا لك الفلوس فلوس شنو؟
هكيك عوايدهم صباح العروسه يمدوا لها الفلوس. والله العظيم اللي نسلم عليه يمد لي فلوس، ما نجمش حتى نحسبها. اللي نسلم عليه يمد لي الفلوس، انا نقول لها شنو هي؟ تقول لي حميتي خذ خذ هذيك صباح عرسك. من بعد فهمت، عاد سمعت عوايدهم غادي وكل صباح عرسك يجيو يمدوا له فلوس. فما شكون نسمع بها هذه حكايه صباح عرسك يمدوا لك فلوس؟ معروفه ترى اللي أه؟ اللي سمع بها يهز يده ترى. ها موجوده سيدي، طلعت لعب. اي اي موجوده. اي ان شاء الله يجي نهار وتصبحوا الكل ما ان شاء الله خير. افرحوا بكم. تعرف انت ليش تقول اللي سلم عليك يمد لك حوايج يمد الفلوس؟ انا ما فهمتش، ما هي قالت لي خذ خذ. قداش من واحد جايب رسم؟ عائلته الكل برشا هم؟ ان شاء الله. والله ما نحبش نحسب توا. فيهم اللي مات. قداش من عبد معناها؟ فيهم اللي مات الله يرحمه. اي ما هو قبل ما يموت عطاه ولا ايه؟ عطاه. باهي اسمعني، والله اخذت فدليك. نحب نعرف انا في عائله ميسوره، فهمتني ولا لا؟ في عائله ميسوره معناتها المعدل قداش اللي يسلم قداش يعطي معناها؟ يظهر لي 300 250. انا نقول لك دو بون فامي، عائلته الكل معناتها تسمى. مش نحكي لك باهي مريقلي حتى لتوا. انت قلت معناتها ما احلاها هالماخذه اللي خذيتها هكا ولا لا؟ مانيش مصدقه، بيت ما نرقدش من الفرحه. ما والله به واضح. لا عندك الحق، علاش معناتها؟ علاش معناتها اي وحده تتمنى باش بالطبيعه. اي وبوك يرى وامك قاعدين بهتي، فكر الصف الكل اللي يسربي في الفلوس معناتها قاعد ويمدوا لينا ويمدوا لي معناتها. هو خاسيفه بتاع العروسه. اي مالا شكون معناتها تاخذوا العروسه؟ هم العباد الكل يعطيهم الصحه، خرجوا من هنا فرحانين. ربي يهنيكم، سمعت منهم حتى كل الكلام الباهي. بعد ما هما روحوا بابا وامي والعائلتهم الكل الكل روحوا، جاتني حميتي ولوستي. يا ساميه يا ساميه اش فما؟ قلت لها، قالت لي هي تعطيني كالقضيات، انا قضيات. قالت لي الفلوس اللي عطاوها لكم هذيك متاعي. قالت لي انا سبقتهم قبلك، سبقتهم عطات لعرايسهم بكري، هي تعطيني الفلوس. دخلت ماشي في بالي بالحق معناتها. وين الكلاس؟ وين الزخامات؟ او جايك الكلاس عادة. وين الفيانه؟ وين ال... ماني قلت لك ما تغركش المظاهر. ما حسبتهمش، دخلت هزيتهم هكا وعطيتهم لا. هي راجلي من صبيحو قام مشي القهوة، وقت اللي عائلته كل غادي وكل هو وقتها في القهوة هيك هاو جي. اش فما؟ اش فما؟ قلت له الفلوس اللي عطاهم لي عائلتك كل راه جيتهم وكخذيتهم. اي قال لي اخي هي مسبقتهم، يا اخي انت مديت لهم قبل عائلتي، ما هما وهي امي سبقت لهم. دونك قلت له كهو سبقت لهم، مشني فاهمه شيء انا. بعد ما تعطي باللي مين تاخذ باللي صار. يعطيك الصحه بو. اي حسير لا يمثلوا لا بتاع رمضان، عديت نهارين راقده. تو قلت لك 3 ايام ورمضان جاي. 3 ايام راقده، نهار الرابع نسمع كان في الصيح والعيات. وانا نقضي وحدي وانا طيب يا اخي نربون نطيحهم يا اخي ندرى شنو. قام بعد جمعه قال لي لازم نقول لك اسمع اختاني من مشاكل واختاني. قلت له فما؟ قال لي لازمك تقوم وتقضي وتغسل معون وتعمل امي كل شيء. قلت له مازلت حتى جمعه ما عملناهاش. اي قال لي لازمك تقوم تعمل امي كل شيء، راهي امي ما تحبش. قمت كل يوم بعد شقل الفطر وقبل شقل الفطر لازمك تقوم وتبدا تغزل عليا. انا نفسانيا ما عينيش ليش نطيب لا حتى شيء، مازلت في قال الراجل في راسي مانيش مرتاحه، حتى النوم مانيش بعبي. انا حتى سيني ما درتش فيها، يمكن جمعتين قط لا درت في سيني ولا هبطت من جمله. قلت لك في 3 شهور على الراس من بعد قابلت انا وياه برشا ولا قعدنا. فهمت؟ هيك تلقاني نحب نقعد ما في الدار نفهم راسي من سي. هي لي هيا اخرج، هيا نقضي، هيا طيب معايا، هيا قص سلطه، هيا قد، هيا اعمل. اذا كم يقلقش وراك تسكن في قلعه، راه وانا في دار وهي في دار، مش تقول في دار واحده، لا كل واحد معناتها على روحه في الدار. تعدى كالشهر كما هو،
قضية كرفي ما نجمش نوصف لك، تجي لحداي نوصلي تقول لك أي خارجة نمشي نحب نسهر نخرج نقعد في وتيل، أنا وتيل وأنا قهوة خاطر أنا تعب نحب نقعد، صغيرة ما نحس روحي تعب ما عنديش لونفي لا للخروج لا حتى شيء، أنا نقول لها ما نحبش نخرج، هو راجل يهز روحه هي تقول لي يا خش بك وجه دودو أنت في باليش بيك أنا هكا، يا بنتي أنا وجه دودو نقول لها راني تعبة ما نجمش نخرج، أيا مالا هاني قاعدة تجيني بنتها تمحني يا أخي تعمل لي في مشكلة مع ماما، ماما تحب تخرج وتحب تتفرهد المرأة ما تتعبش يا سامي أنا نتعب وهي ما تتعبش بارك الله خمسة وخميس باش تاخذها بالنفس أمني أنا نتعب وهي ما تتعبش نحكي معك بجد راه ونحكي لك نحكي مانيش نقعد نحكي لي معك وهي معناتها حسب ما تحكي أنت توا متقدمة شوية في العمر 67 سنة كي تراها تقول أنا عزوزة مش هي العزوز فهمت صدقني به إي ماهيش حاجة خايبة هذه لا 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 سامحني كل عمر تعطي عمره وكل وقت تعطي وقته فهمتك به فهمت حكاية الخروج هذه ما نصورهاش كانت مشكلة كبيرة لا 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 أما خذيتها كنسي أنا وجه دودو نقول لها أصلا حتى كيش نقعد في بلاسة فيها جوج ما نحبش به أما هذه ما هوش مشكل كبير حتى التوى لا 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 حتى لوني لا جوست فات شهر رمضان قالت قال لي شنو نمشي ولوتي راجلي بعد رمضان عايش نمشي للوتيل اختارت عزو تيل في تونس ما نجمش نسميه لك مزيك حل جديد العام ذاك ليلة متاعو في 2000 اي باش نمشي انا وياك قال لي لا راهي تمشي يومي معايا استنى 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 الليله متاعو فيش في 2000 2000 معناتها زوج ملايين اي زوج ملايين الليله اي في تونس واصل واصل وامه معناتها تبات معاكم فرد بيت ولا لازم بيت وحدها؟ ما هو انا ماشي في بالي باش نمشي انا وياه، قال لي ليه راهي تمشي معايا امي واختي. ليه فهمت فهمت، امه معناتها امه واخته امه واخته معانا. امه واخته بيت وانت وراجلك بيت. بيت. هذوما 4 ملايين. والله اللي حسبتها وقت. طيب حسبتها وين؟ تو. وين؟ لا شنو كمان 4 ملايين الليله سي معناتها ما معناتها وخذيش قعدتوا بالليل قعدنا 4 أيام 5 4 أيام كل واحد يحسب واحد ويفك عليه كل واحد فيكم يحسب واحد وتصرف وين به السيجور كان به عقيلة استمتعتش بيسكو هما طويل عليا انا تسمى قصيره هما بيض عليا انا تسمى سمراء دونك اكتشفوا الحقيقه المره قالوا هما اللي انا طلعت قصيره وسمراء ومش كيف ما هي حبت تاخوها لولدها حبت تاخو الوحده بيضه وطويله وانت علاش تعوب مايو خاطر هي تعوب مايو انت علاش تعوب مايو هي بيضه تعوب في مايو ريت كيفاش تجيب مشاكل روحك قعدت مستوره انت هذا كل ما صار لا مش حكيت العمين لا والله لا مالا شو مالا سامحني كيفاش مش ما فتنتش بيك اللي خاطر سامحني الطول الطول ديما انا نلبس الطالون طالون بالله هاني من به به تعدي وكال 4 أيام لا نوريك ولا يروعك حسيلو راجي يجي يكلمني ما يأمو عاد زن عليه وو شبيك سمرة شبيك قصيرة شفت نسي كيفاش بيض شفت كيفاش عرهم شفت يا ربي شبي يحكي معايا هكا هيذا كنا في غاديكا في دم حكيش معايا الكلمة هذا جست عاركني قال لي لازمك ديما تبدا مع امي في الدار والكل جيت للوتيل ولا يحكي لي شوف لينا شوف فلتينا يعمل في كومباريزون قامت هي قالت لي واحنا قاعدين هي قاعده على الشيزلون قالت لي ريت الزينه هكا الزينه على طبيعته هي كوم سي بيضه وشعرها اصفر هكا والكل اما هنا شعري اصفر ليلى تحكي في نابورت كوا اعطيها تقلل منك وهي كي تبدا تحكي كيكا انا نقعد ساكته خاطرني ما نجمتش نعمل مشاكل ما نجمتش نرد عليها هي تحكي وانا قاعده ساكته المشكله مش في هذا المشكله اللي احنا بعد ما رجعنا للوتيل انا طلعت حبله علاش مشكله ما هذا خاطر هي مشكله خبر سعيد ما هذايا بربي سامحني ساعه كي تبدا الام ماهيش موجوده معناتها كي تبدا وحدكم انتم صباع الاخر جاوكم به امني إيه؟ كي ما جاتش في حياتي راني متهنيه لبس عليا به معناتها هو به معاه هو طبيعه راجلي إيه؟ مختصر الحديث
حط غادي تلقى غادي. ليو كاستي اللي ينكد عليك، ليو كاستي اللي يعمل لك مشاكل، ليو اي حاجه تقولها له ما يقولكش لي بيه؟ ما يعارككش ماهوش هكا النوع اللي عنده كالحكايات. لا لا ما عندوش بيه؟ هي تشد تبدا تزن عليه بيه؟ اللي تزن عليه يجي بالوقت يعاوده اي حاجه تصورها انت حتى الضوء يشعل يا اخي شبيك تشعل في الضوء الدنيا نهار وهي بالحق حتى كي بدات تقصن ما نعرفش علاش نشعل الضوء طبيعه فيا حتى كي كنت في عركه فما قطاطس غادي نعطي فيهم في الميكله سلامي ولا نخرج طرف الحم نقصوه نهار ما هو نهار ما الدنيا تاكل بعضها كيفاش تخرج وتعطيهم يا اخي عندي التبذير انا مراه مبذره اللي وصلت له انا اني نهارت لي انا عرفوا لي انا حبله دخت انا وهزوني للطبيب وكل طلعت لي انا حبله النهار هذاك العمر في حياتي ننساه ما ننساهش معناتها وقت اللي سمعت اللي انا حبله لا مانيش فيها معناتها بالنسبه لهم هما اخبار سعيد ولا اخبار خايب طلعت حاكيه مع ولدها اللي انا لازمني ما نحبلش هما حاكين اللي انا لازمني ما نحبلش ميراجي ما حكاليش ما قالش اليوم هذا ما يحكيش بربي سامي يعطيني حكايه صحيحه معناتها ما تدخل مخ ما هكا متفاهم امي راني باش نعرس ومتفاهم انا وراني منيش نجيب صغار لا قاتلو هي ما تجيبش الصغار ملي تعرس ما تخليهاش تحبل وعليش حتى يزيد يعرفوني راهو عاده معناتها احنا في صبرنا نتعرفوا ومن بعد نعرسوا ما نعرس ما لا هما يعرسوا بعد قاتلو خلينا نتعرف تحكي بجدك معناتها هي يمكن ثرلها وانها تسرعت شويه كيف قبلت العرس يعطيك الصحه معناتها كل الانطباع الاولاني اللي جاها في النهار الاولاني اللي انت مشيت بحذيهم للدار قالت يمكن انا نطلع غالطه لا كوم سي هي خذتني على قد يدها اش تحكم فيها كيف ما هي تحب فهمتك اي تو تولي الحكايه معقوله اي كي تعرف انت طبيعتي من بعد تعرفني اللي انا ما تنجمش حتى حد يحكم فيا انا عندي شخصيتي اي انسان عنده شخصيته نسمع كلامك اي نقدرك اي اما ما تحكمش فيا هي قالت يزمو لا كي سمعت لي انا حبلها تروح هبطت لتونس بوسك هي دارها في تونس هذيك يصيفوا فيها برك فهمت هبطت تونس قعدت انا وياه باهي سي بالتليفونات خدمت ورجلت الامور والصغير يتنحى نقوم الصباح تنحي صغير نرقد في الليل تنحي صغير من الصباح لليل منهم نهار ثلاثة شهور هو منهم نهار ما ننساهش هذيك ان وقت اللي يهزني وانا بيجاما سي على فكره فتك بحاجه انه راجلي دروغيست نفيق انا براجلي دروغيست تعرفش ما تفيق براجلك دروغيست لحد الان مشي في بالي اللي العائله الانتلكتيال لا موندر دو شوز تستعدي على ولدك اللي هو في شنيك نصرف عليه دم قلبي هنا انا ولدي نصرف عليه دم قلبي وما نخليش ولدي هكاكا تعرف ما تفيق براجلك دروغيستا البلايك هكا في الدار معايا راجلي يعيش ما ينجمش يعيش من غير دراج ما ينجمش يحكي معاك الصباح ما ينجمش يصبح عليك الناس تقول صباح خير وهو يلزمه ما هو ذاك علاش محليه ويسمع الكلام فوالا واللي تقول له والله يبالك والحياه ورديه فهمت كيفاش؟ طلعت هي تعرف ولدها لا شو امها امه تعرف اللي ولدها هكاك في بالها؟ في بالها انا ماني نهدد فيه وتو تجي امك نحكي لها وتو كي تجي امك نقول لها انت فاش تعمل وكل وهو ساكت ماشي في بالي انا كم سي يقول لي ما يحبش يقول لي ما تقولهاش اي ماشي في بالي خاف معناتها لا يخاف لا شيء طلع تعرف وعنده هذوكم ال 400 وال 500 نتاع كراس الشهر يلزم يقضي بهم قضيتهم فماش دقيق خلينا توا حتى لتوا الراجل طلع مدمن على المخدرات مدمن على المخدرات وهذا انت اكتشفته بعد العرس وانه مدمن على المخدرات في بالك اللي امه ما في بالهاش طلع في بالها بولد يعطيك الصح به حسيلو قلت لك شدته كالهستيريا وجبدني هكا واخرج عليا قال لي شنطيش لك دبشك ونطيش لك دنيتك يا ما تنحي الصغير اي يا ما تمشيش قال لي تنحي الصغير وتمشي تخدمه امي قاتلك ما لازمكش تقعد لهنا نقعد انا نصرف عليك لا تمشي تخدم وتنحي الصغير هزوني نهار الاول الطبيب يقول لي ما نحيش البيبي هزوني نهار اخر الطبيب يقول لي ما نحيش البيبي هزوني نهار اخر لاسباب صحيه معناتها ولا شو؟ يهزني للطبيب في السبيطار لا الطبيب يقول ما نحيش خاطرك مريضه خاطر لا يقول اول بيبي والغوسيس لاباس ما نحيش
علاش نحي صغير مرة مزات كي عرست أو الحبيلة هيد؟ ليه هو كيف أنت تبدأ قابلة؟ أخي بالقانون كيبدأ لا لا حتى بالقانون ما يحبوش ليه مش تجبروا؟ سمحت أنت تقول الطبيب ليه ما نحبش ولا الطبيب يقول لك ليه؟ أنا ندخل نقول له راه وكان ما تنحيليش البيبيش نطلق يقول لي يا مدام بنحكي مع راجلك كلمه بالسياسة راه ما تجيش أول حبيلة نحيها عنده حق نحيه كان تحب هي تنحي لا إيه لكن ما تنجمش تجبر الطبيب باش ينحيولك ثم إيتيك معناتها ثم أخلاقيات هو ما حبش يشوفها أولا هي راغبة ولا خاطر حتى نفسيا تبدأ غير راغبة هو يتقلق واضح أما هي يمكن مش راغبة ثلاثة طب في السبيطار يقولوا لي ليه ما نحيولكش مشيت للطبيب بالفلوس طبيب بالفلوس قال لي ليه ما نحيلكش ما حبش نخرج له أنا نقول له ليه الدنيا تكل بعضها ساعة آخر مرة هذيك عند الطبيب هذا البريفي كيف قلت له راه قال لي وكل عيط وسيحتي قال لي كان يجي يحبلوا يجيبوا في الحرام وينحيوا فيهم الصغار وانت قال لي تدخل تقول له نحب نحي صغير يقول لك ليه روحنا للدار كليت تريحة ضربني شو نحكي لك أنا أنديري شيطان قدامي شيطان هكيك أمه جيت يوم تغدوا جيت أمه كيف جيت مشيت نعارك فيها قلت لها ريت ولدك شعمل فيا وما حبيتش نقول لدارنا وراه هكا مسار وهكا مجراي تتاي جي شوف ولدك شعمل فيا راه قال لي نحي الصغير ونحي يا أخي هو شعمره ولا أنا شعمري يا أخي وقت باش نجيبوه الصغير هي قالت لي تو ندخل نعاركو دخلت تعارك فيه قاعدة كيما هكا هنا في السالة السالة مقابلتها باب بيت النو فما مرايا قاعدة أنا نخزر أسمع قالها يا خيتي جاي تعارك فيا تحب توري روحك اللي أنت باهية قدامها أنت ما كنتي تعارك فيا على جيبين الصغار ما كنتي تقولي أضربها وبرا نحيلها الصغير توا تجي تعارك فيا قدامها باش تخرج روحك اللي أنت باهية وأنا خايب أنا قاعدة كيما هكا وأنا نتفرج فيه فهمت قلت له أنا والله كيما يوم تقعدوا أنا قلت له نحي البيبي ومشيت طلعت للطبيب قلت له انا البيبي هذا اصلا طبيب قعدت جمعه كيكا ورجعت له قال لي غروسيس مشي وتتكمش هكا ما تولي اغيتي غروسيس اغيتي تمشي هكا باش كان انا ناكل وغزيز من نهار اللي حبلت ويا نحي الصغير هذاك هو الموضوع عديت ثلاثة شهور ولا كان نحي الصغير قال لي باهي يا مدام باش نحيوه البيبي وكلها وجواب حسيلو نحينا كل البيبي وروحنا ريت الدمعة ما هبطتش من عينيا جملة لبكيت لحتى نتفكر كان يستنى فيا وقتاش نقوم من بنجو هيا روح هيا روح عملت لي الستريس هيا روح هيا وانا نقول له استنى خليك تبولي الدواء الدواء ما خذيتوش كي روحت اش قال لي احنا مروحين في اثنين قال لي اسمع هاي ماما طالعه باش تهبط معاها لتونس علي قلت له سنهبط معاها قال لي قالت لك لازمك تهبط معايا لتونس تحب تتاكد اش كان نحيت البيبي ولا هبطنا جيت ميبا بدل تحويجي وكل صور انتي واحدة عاملة كرتاج اول حبيلة مع الخمسة طالعة شوية انا هبطل لتونس ريت انا معاها في المرسيدس عزيني نقبل العزي وقت اللي نبدأ قاعدة بحذيها ريت عبارة شوك وانا سيكتا دارنا ما يعرفوا حتى شيء جوست كلمني امي نقولها لباس الحمد لله سافا لباس ديما لباس الحمد لله شو نحكي انا شو نحكي بوه متوفي هو؟ بوه متوفي أمنيتي كان جيبو حي بيه؟ حسيلو دخلت نقاها هكا لما وكل خزرتينا قلت لها شبيها الدنيا هكا قلت لي ما في بالك صوت نص متاحة بتاع بنتها معناتها مازالوا جماعتين وكل وانا يزمني ننظف الدار وكل بيه قلت لها ما قتليش نظفة بيه قلت لها طول عاونك وفي صوت نص متاع بنتها على اساس باش يستدعوا دارنا للسطناص باش كي يعمل التعشى وكل ما استدعوش باش نجي انا نقولها شو تكلمهم ما تجيش باهي حسيلو ريت بعدك السطناص وكل كنت ريت هذيك ساميه كالهاديه كل الزيت فوق الماء انا من بعد تقلبت كومبليت وليت نكرهها كره العمى مشيت نخدم نسيت روحي قعدت اربع ولا خمسه شهور نخدم نمشي نخدم ونجي يقول لي راي امي كيف تطلع تطلع غادي البلاد وكل قال لي راه انت تمشي تخدم امي راه تحب تقعد كان فين نقول له شبيها الدار ممسوسه وتقول لي راهي امي تحب تقعد كان لهنا دارها ما تحبش تمسها تحب تقعد كان في دارك نروح تحب تصدق ولا ما تصدقش ريت هذيك كالخيوط وكالعقد وكفازيت هكا ما مرسوس وما نعرفش ولا هداري هذوكم الكل ديما نلقاهم شو معناتها بخوخ فوق ملي تجي تتصور راجلي ما عادش يبت في بيت النو هو يبت في السلم يبت في بيت النو
يا ودي نقول له راه ما يجيش انا مش معناتها حب ولا يلزم يبدل لي نقول له علاش ما تبتش معايا خلي الدنيا تقعد ملمومه علاش ديما اقعد فرش لي وجيب لي يقعد يقول لي راني ما نطيقوش الفرش راني كنقعد فيه نحس ظهري شي تقص فيه راني ما نقعدش انا في الفرش ما نرقدش خليني لهنا راه واش تفاد ليك راه نحكي لك فيها المشكله كان هي تجي وانت تشكي لها من النهار الدنيا تقوم وتقعد كيفاش هذاك ولدي شكون وشكون ولدي شكون وشكون شي تجي انت تشكى منه لا ما يصيرش ما لازمكش تشكى منه عاودت حبلت وانا نخدم في الرابع الغروسيس هذه في الرابع قعدت الغروسيس الاولى 3 شهور الغروسيس الثاني قعدت حبلة ب4 شهور البيبي في كرشي ونحيت ما حاش عاد نقول لك عاد ممنوع ممنوع عاد نقول لك 4 شهور لا عاد هو في باله اللي هو ممنوع كيف قال لامه راه سيي معناتها وهي حبله وما نجموش وخليها معناتها تجيب صغير وكل حكي لي عاد هو قالت لي جان نقول لك او من طول عاد تقول لي مصروف لا عاد تقول لي ابعث لي ما عاد تقول لي حتى شيء وكانت تحبها تمشي تولد في الكلينيك ولا تخمم باش تجيب صغير راه ورد بك تقول لي امي اعطيني ولا مد لي ولا خود لي ما نستعرفش بيكم كيف نهارت انا روحت يحكي لي فيها هو مدبر قال لي انا معناتها رزق بابا وكل شو امي معناتها كيفاش تحكي معايا من نهارت اللي خذيتك وهي ديما منكده ونجي انت تحبل كيف نجي نكلمه يقول لي راني ما نجمهاش راهي تخرجني بدي على راسي راني نحكي لك على هتلر ريتها المراه هذه قويه ولا قويه ربي سامحني الصغير الثاني كيفاش نحيته مات في كرسي 10 ايام هو مات في كرسي وانا فقتش به ضربني هو شنو ضربك هو؟ ما هو قال لي شو أمي كيفاش تحكي وكل تحبشي تمشي تنحي قلت له راني ما نحيهش الصغير هذا الصغير لول نحيني الصغير هذا راه ما نحيه عطاك تريحة؟ وضربك على كرشك؟ ضربني على كرشي كيف ضربك على كرشك البيبي توفى؟ وأنا ما فقتش بيه وأنت ما فقتش بيه وأنا قلبه سكت مدة 10 أيام وهو ميت في كرشي وأنا ما فقتش بيه واضح هكا هو وقت اللي ضربني كل قلت له واش نحكي لدارنا واش نشكي بيك وخذيت ديسيزيون معناتها وقتها نحى لي التليفون ثلاثة أيام ما عندي كونتاكت بحتى حد رذاني وأنا بالحق هكا الستيل نتاعي معناتها جوست تكلمني هكا بسياسة وتاخذني بسياسة ننسى كل شيء رذاني مي با قلت لك قعدنا جمعة جمعة ثانية روحت فيها لدارنا قالت لي أمي نهز نعديو على الغروسيس خلينا نشوفوا فما شهر تويكا وين وصلت اش عاملة يقول لي تبي برك في الرابع ما لازمك توا غوصي صغيتي فما يقول لي راهو ميت البيبي في كرشك عنده 10 ايام متفقين هو يقول لي عنده 10 ايام وانا نقول له بالنهار الفلاني تعركت فينا ورزيق لحمي من داخل كله ازرق وقت اللي عمل لي في الكرتاج قال لي يا اخي شبي لحمك كيكه يا مدام وكل قررت باش تطلق انت وقتها ولا كيفاش؟ لا ما تحكيش معايا في الطليق انا ما كان نوع اللي ما تحكيش معايا في الطليق معناتها حتى راجل يعطيك تريحه ويطيح لك صغيرك ما تطلقش معناتها ما تطلقش بالحق بالحق معناتها هذه وجهه نظر معناتها نتاعي عندي كوتي نعرف فيها اللي كان جات امه مش معاه راه هو مش هكاك إيه خاطر وصلت بريود نحكي معاه باش نهز نداوي على الدروغ وافق مش امه اللي ضربتك وطيحت صغير لا هو هو بيان سور هو هي قاتله بطلت وقتها الخدمه كي هو تفجع كيف صار فيا كيكه بطلت الخدمه قعدت في الدار ديما مشاكل على فكره قعدت في الدار وقتها هي مرضت توا انا قريب نعمل العام نحكي لك الحكايه هذه بخصوص العام خاطر وقت اللي وصلت العام انا خرجت من الدار وقتها هي ضربت في صبحها ولا مرضت ما نعرفش شنو صار لها قعدت 3 شهور ما تطلع منيش غادي هكا 3 شهور هذوكم را فيهم راجلي حاجه اخرى محلي يخرج فيا نحضر الفطور يبدا شيخ يقضي معايا يلم معايا يفدلك معايا ساميه الفكره اللي تحب توصلها لنا هي وانه كيف راجلك تبدا امه بعيد عليه يتحول يولي عبد انسان اخر جمله محلي كي تبدا امه بحذاه يولي انسان خايب هكا 3 شهور هذوكم وقتها انا عروسه جديده هذوكم هما اللي عرست فيهم انا هكا 3 شهور هذوكم اللي ما ريتش فيها وجه امه فك 3 شهور هذوكم عاودت حبلت اخر غروسيس اللي هي تو فيها ولدي وقت اللي انا حبلت وقتها جاي عرس خويا سمعت هي جبدت مشكله من الحيط قالت له راهي مرتك قالت فيها يا مش قالت فيك يا مش حكيت عليك ما تعرف اما الصغير الثالث نجحت وانك تخليه اي باش نقول لك عاد كيفاه ريت وقت اللي حبلت في الغوسيسه الثالثه اي قالت له تخرج من الدار كريت له استوديو وحده وقالت له ما عادش بيت حذاها
وجيت قصت عليا الماء وقصت عليا الضوء وقص لي غاز دو في وانا قلت لها ما حبش نخرج من الدار يتنحي قالت لي صغير يا تخرج من هنا قلت لها انا ما نحيش وما نخرجش من هنا قالت لي تقعد وحدك ونقعد وحدي قعدت ساكنه في السنه وحدي 3 شهور هي تروح لتونس وهو يجيني يجيب لي الماكله ما نجمش نخرج على خاطر فماش حتى مواصلات باش تهزك تهبطك البلاد فكت 3 شهور هذوكم من اللي ما سارش سار مسلسل هاي جيت هاي تجيب في الاولاد معاها نتاع كسواني هم باش يحبوا يخوفوني وانا راجلي عامل لي كالكادنا وفرفورجي يقول لي رد بالك وسكر هاي امي مش مسيبتك وانت سامحني عائلتك وقتها عائلتي جاوا عاد وقتها حكيت كل شيء وجاوا وداركم جاوا بحدي جاوا ومشكلتهم دارنا تي دارنا بدهم يخافوا منها قالوا لي شنو الحاله هذه كيفاش نجم تقعد فيها ما حب حتى حد ما حب يقعد معايا انا نقول لهم مانيش خارجه من الدار ومانيش باش نخرج معناتها هي تحب تخرجني انا مانيش خارجه من الدار بالقانون معناتها شديت الصحيح انا شديت الصحيح عطيته الدواء قالت له برا لها مازلت انت وياها اون كونتاكت كي تكلمها تسمعك برا شربها الدواء ذي خلينا نرتاحوا من الحبيله هذه وخليها تمشي على روحها ونرتاحوا مش نتاعنا جيني قال لي يا بنت الناس برا امشي احبل في دارك وكم جيب صغير في داركم راهي امي مش تخليك خزرت له انا قلت له سامحني ماكش راجل وكيفاش تقول الكلام هذا وكان جيت انت عبد راك قعدت معايا في الدار وراك ما تضحكش العبيد ورا 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 قمت نرفز ضربني على كالضربين هذاك يهزني للسبيطار في السبيطار يرقدوني الغوسيس لبس وكل ربي ستر لبس قعدت جمعه راقده في السبيطار جاني بابا وجاني اختي جاو خرجوني من السبيطار روحت لدارنا لا دبش لا حتى شيء زاده انسان ريت هرب بجلده هرب بجلده الحاجة الوحيدة اللي عملها استفوق الحمد لله اللي ولدي جاي بلوندو كيفي هيك شي يقول ما عندوش كلمة أخرى ينجم يقولها وينك كأب وينك ما فماش أمه ما تمشيش تشوفه أمه تقول له ما تحطش تصويرته على الفيسبوك أمه تقول له ما تصرفش عليه عيد ريت كل عيد نقول لك من اللي ولدت راه مرتين مرة في العام وستة شهور ومرة عمي قطعت انت من اللي ولدت تقطعت العلاقة معناتها؟ جملة اي ومازلت ماكش ناوي تطلق معناتها باش تقعد مع راسها هكا باهي باش نطلق علاش نطلق؟ باش تقعد بالعكس انا امنيتي نقعد هكا باش هو يقعد هكاك ما يعرسش معناتها هما علاش ما يحبوش الطليق وقاعدين يخدموا مخاخهم في الطليق عن نفقة المهم تخرج انت بدك على راسك لا ناخذ في نفقتي هي على فكرة قالت له لي شو نقول لك عليه تعملوا ايه؟ قال الله يبارك قالت له نفقتها نعطيها لها أنا المهم أنت ما تعكسني في حد شيء كي رفعت أنا قضية في النفقة ما يقول حد شيء قدام الرئيس نقول له يا أخي شبيك ما تكلمش يقول لي ما يا أمي شتعطيك النفقة يا أخي أنا شنعطيك النفقة وأنت مساعدتك كي ما تنعرف مساعدة أنا مش مقلق علي قال لك علاش نعرس برجل آخر ولا باش نشوف رجل آخر معناتها تو حاليا الوضعية قاعدة هكاك معناتها ما قاعدة هكاك أنت في شيرة هو في شيرة يعطيك الصحة على فكرة كان نقول له خلنا نتقابلوا شوف ولدك و أم خاسيب اللي صار لي ننقم أنا وما خليهش معناتها يرى ولده ولا ما نحكيش عليه أما أنت ديما عاتي العذر وأنه هذا كله صاير من أمه معناتها من حماتك فبالتالي تقول بالي تلقى حل مع هو وتحب تقرب الولد لبوه معناتها عندي ولد الله مصلي على النبي تشاهي ألف واحد يتشاهي شي يجيب صغير كما ولدي أنت اليوم مغطي وجهك لواش معناتها حتى حد ما يعرف حكايتي اي علاش ما تحبش العباد يعرفوها؟ خاطر اللي باش يعرفني مش باش يعرفني انا، باش تكون الحكايه لولدي اللي ما قبلتوش ماماته وبوه. وليد معناتها الحكايه هذه باش تقعد تتبع. معناتها نهار اخر الطفل يقوم يقول له بوك مع هو مقيد وبصديقه معناتها انت اموره واضحه انت وقت اللي ولدت بصديقه يا سامي مش هذيك المشكله وقت اللي انت تبدا تمشي في الكياس وترى كربه بتعدي فيها بو يسوق ومعاه ولده ولا بنته انا نموت مش انت اللي تموت صمت اللي تربي بي سامحني ما نعرف انا ولدي نعرف ولدي معناتها كي تراه ما يستحقش العيشه اللي هو عايشها توا لو مينيموم يكون في داره يكون على الأقل عنده بيته علاش عايشة مع دارنا عليه عليه نهار اللي قلت لك اعطيني دار من دياركم لهنا اكتبها باسم ولدك نصحح لك في أي ورقة تعهد اللي أنا ما نعرسش ونقعد مع ولدك تقول لي ليه أمي ما تحبش عليه باش يقوم باش يقرأ باش يجيب أصحابه باش يجيب بابا اليوم حي أمي حية وغدوة
انا انسانه رافضه انك تقولي عاود عرس، ما عينيش مانيش تبيعي، مانيش هكا نسي طلق وعرس ومن ما سي با عرس، جبت صغير وفيك هاو عندي هو توا، اعطيني انا نعمل مخ لولدي، واش باش نعمل مخ لراجل اخر؟ فهمتك. زعما تتصور وانه الكلام اللي قاعده تقول فيه انت توا، خاطر نتصور هو باش يعقل روحه معناتها لحد حد مش عارف كم هو، تتصور الكلام اللي تقول فيه انت توا ينجم ياثر فيه ايجابيا ولا تقول زايد؟ ما هو نحسه مريض نفسانيا يعني. راجل ما يتكلمش ما يتكلمش ما يتكلمش، نعارك وعلى ولد تصور واحد نبدا على الميسنجر نبعث له في تصور قول له حط تصويرة ولدك، حط تصويرة ولدك على قول راه ولدي ما نجمش يقولها، ما يقولش، ونهارت لي راه ما نجمش يقول له يا هو بابا. هو ما يحبوش ولا خايف من امه؟ انا على تجربتي انا وعلى طبيعتي انا هكا نحس روحي نفهم، يحبه مي هو تحسه مريض قاعد في قوقعة، ما يحبش يتعلق بيه، ما يحبش يسنس روحه بولده خاطر امه رفضته، خاطر هو انسان ما نجمش يخرج يخدم، ما نجمش يعمل حاجه كان بامه. فهمت. امه هي اللي تقول، امه هي اللي امه راهي مسيطره فوق ما انت تتصور، معناتها ما نجمش نوصف لك معناتها فاش تسيطر في اللي ما يجيش على بالكم امه تسيطر فيه. شو نقول لك يعني؟ معناتها تو انت قاعده هكاك تستنى، معناتها ما فما حد شيء حاليا؟ انا مش انا مش انا باهي سي بون هاني طلقت، اي شنو باش يصير؟ ليه بنتي باش نعاود حياتي؟ لا لا خاطر ديما نفس السؤال اللي تسالني، لا لوجيك على الاخر. انت راهو لا ولوجيك على الاخر راهو الكلام اللي قاعده تقول فيه، معناتها كيف تفهمتني تو هكا؟ معناتها وجهه نظر ونحترمها على الاخر ومعقول، معناتها تقول انت انا ما عندي حتى برنامج نتاع عرس واحد اخر، مانيش مستعد نعاود حياتي من الاول. لا 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 ابدا نحب. لا لا معناتها كلامك واضح ساميه. بون باش نقولوا للساده المشاهدين اللي ما فماش كان تجارب غير ناجحه، معناتها فما توا ساميه هي وحمايتها الجو مش ولا بد، لكن عندنا برشا حكايات ايجابيه وعندنا حكايات سلبيه، انا هو الايجابي من السلبي بعد الفصل.